انه عادي تغني بلهجة عمان. Definitely we helped them cross that bridge. ضلينا وراها 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 لصرنا البوب سونج، يعني هي الفورميلا 1 2 3. لما انت مش قادر تعمل حفله واحده، وانا بحكي هذا الحكي لانه انا الحمد لله لاني صرت اشتغل برا، فقادر صرت اجيب فلوس من برا على الاردن، بينما الفنان الاردني ما بيقدر يعمل هذا الحكي. عزيز مرحبا، كيف حالك؟ ممتاز. شو الاخبار؟ ممتاز الحمد لله. يعني صار لي فتره متدربك وهيك، قد ما تفكر حالك طالع نازل بالحياة في مرات نزول، فأنت اليوم يعني تعال نقول جايك على نزلة. بعتبر حالي مغني وكاتب كلمات. طول عمري كنت بدور على طريقة أعبر فيها بالنيابة عن التانيين، أعبر عن حالي وأساعد التانيين أصحابي الغلابة اللي مش عارفين يعبروا عن حالهم إنهم يعبروا عن نفسهم. فدائما كنت أحس حالي أنا اللي ماسك الميكروفون بالنيابة عن الأصدقاء والأحبة. شوف التالنتس طول عمرها موجودة بالأردن، واضح إنه في نوع من الإنسبيريشن. ما عمره كان في مشكلة مواهب بالأردن، دائما موجودة وبالعكس مواهب بتصدر لبرا. مشكلتنا إنه ما فيش أي برنامج يمسك هاي المواهب. اليوم المغني الأردني إذا بده يعمل حفلة لإله، لأنك أنت أوكي نزلت كم من أغنية، هلا شو بدك تعمل؟ بدك تورجي حالك على اللايف شو وضعك، وتجيب الصحافة وتجيب الإعلام عشان تعمل الواقعة أو الإنسيدنت أو الإيفنت اللي هو المفروض على التشيك ليست تبعك طول السنة. لما أنت مش قادر تعمل حفلة واحدة، وأنا بحكي هذا الحكي لأنه أنا الحمد لله لاني صرت اشتغل برا، فقادر صرت اجيب فلوس من برا على الاردن، بينما الفنان الاردني ما بيقدر يعمل هذا الحكي. كيف عمان؟ ممتاز. شوف انا بحب لما اجي عمان الاصحاب، القعده، الاكل، هاي الاشياء. عرفت انت، ما انت شايف عملنا حفله مع بعض قبل كم من يوم، عم بتطلع انه وات ات تيكس انك تعمل حفله هون. طب الفنان الاردني طالع جديد كيف بده يعمل كل هذا الحكي؟ هلا بحس انه في تاثير من كل الناس. انا بامن بالتاثير التراكمي. احنا جيلنا هو الجيل اللي قرر انه تعالوا نجرب نغني باللهجه العمانيه، لانه عم بحس حالي اذا غنيت بلهجه ثانيه عم بكون كذاب. لما بلشنا كانت الناس تتمسخر علينا. اول حدا غنى قدامي باللهجه الاردنيه هو يزن روسان، وبعدين لما رحت على امريكا صاروا الامريكان يسالوني انه سمعنا اغاني من بلدك. ما عرفت ايامها شو اسمعهم، فقعد اسمعهم فيروز، يقولوا لي هذا من الاردن، يعني مش كثير من الاردن يعني تقريبا. فصرت انا اكتب اغاني عن الغربه، عن اي شيء انا حاسس فيه وانا متغرب، واسمعهم لهم هاي اغنيه من الاردن. وهيك شوي شوي صار هذا خلينا نقول الاوتبوت الكثير طبيعي، وبعدين رجع على الاردن. بس مش لحالي، احنا اللي ساعدنا الجيل الجديد فيه انه عادي تغني بلهجه عمان. ديفينتلي وي هيلب ذم كروس ذات بريدج. شو ببالك حنحكي اليوم؟ مش عارف، انا حاسس حالي كثير زعلان و هيك بتوتر ومنرفز، فحاسس بدل ما اقعد احاول، لانه اذا حاولنا نطلع من هيك اغنيه سعيده وابيت رح يعني رح تطلع كثير كذابه. فتعال نعيط اليوم. يلا انا جاهز صراحه، انا الاسبوع هيك مش فاهم ايش عم بيصير. أيوة. فانه تعال نشوف شو فيه. ايوه عزيز انا بستاذ عزيز انا بالاسبوع. أنا في بالي كان إشي بهاي المنطقة. ماشي زي هيك، حاسة إشي builds us up يعني كبري كورس ممكن، بس verses جعبالي أقول إشي زي أيام ترانام يريد أعدتا واللي أبدعنا لا تزعل مني من زادت وهني وشي مثلاً هالأيام اللي بتهد هالحيل كذا كذا مش عارف شو هي السيل لا تزعل مني. دي ميجر لا جيم جينا أنت نرجع كمان مرة دي اللي أنا أيام بتهد هالحيل وأيوة السيل لا تزعل مني. نقدر نروح منها تي 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 لما قلت لك لما يا رنا لما تعلن القلب انا بدا تعطى انا انا يا اما انا 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 تعطنا من اول يوم انا بدا تعمل ذات العوم انا بدا تعمل انا انا اتي دا لا تزعل مني وما يام كل دير كن عهد انا
اوكي اوكي خطر ببالي اول فيلم انه انا هياتني بالدنيا الدنيا يا ديدارتا ولا ننحي ماشي انا هيني حكينا ايش انا هيني بهالدنيا انا هيني دنيا بتلوم يا بطلوع من زو بطلب الطلوع الروح انا هيني بالدنيا بطلوع الروح والايام اللي بتحد هالحيط التزام واحلام بتقع مني فلا تزعل مني بالضبط كيف نرجع بتروح بيوم الدتام ايام ودام الليل والحيل بالليل بنهدى الحيل وايو السيل فاهمش قصدي؟ فاهم اه بالليل بهذا بنهدى الحيل لا تزعل مني وايو السيل لا تزعل مني لا يلي مهدود باخر الليل بنهدى الحيل اوكي ايو السيل لا تزعل مني وانا يلي باخر وانا يلي باخر هالليل اخر الليل بنادى الحيل استنى بس في قلبة كوردات لازم عن جد نوصلها وخلاص هم هيهم اه تزعل مني ترجع خليني عند حاجه قلبي انا خدمي مر ويعدي اوكي يلا فيرس 2 اوكي ونخش البرودكشن شوي ماشي نخش على البرودكشن يلا بينا وانت عم تكتب الفيرس الثاني طلع معي هاي الفكره غني معها وخلينا نسمع شو بصير انا يلي زي كل الناس بعيش احلام وهالايام عم تقع مني لا تزعل مني يس تا 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 ودرامز هلا انا لاني سافرت وعشت ببلدان كثير انا عشت 10 سنين بتونس كل طفولتي كملت هون بالاردن وكنت بالاردن مدارس حكومه مدارس خاصه عشت بامريكا اكثر من 10 سنين وهلا حاليا بمصر وغير طبعا كل الدول اللي فلفت فيها بحس انه كل بلد اعطتني إشي بساعد بحس هاي الايام اصلا بطل في الموسيقى بطل لها دولة معينة تكون منها يعني في تأثير لكن خلص صرنا احنا بعالم كل اشي داخل على بعضه بس الأردن بقدر أقول هي أكتر بلد أعطتني أسباب إني أغني أعطتني كتير مواضيع أحكي عنها وأعطتني مجال أستفرد بمصطلحات وبطريقة زي مثلا تقول يا بي أو تقول ولك خف علينا شوي أو كنت مبسوط بفكرة إني أخذ اشي من الشارع وأعمل منه أغنية رومانسية مثلا ويا بنت الناس ردي علي وكل هالأشياء تتصدق انه معني تعلمت هون بس لما طلعت ودرست بامريكا رجعت تعرفت على اللغه العربيه من اول وجديد اكتشفت انه في مصطلحات كثيره احنا ما بنستخدمها يمكن بطبيعه انه ندرس بالعربيه الفصحى بالمدرسه لكن بعد المدرسه انت بتنزل على الحاره انت تقريبا عم تحكي لغه ثانيه اوكي طول ما انا كنت عم بتعلم كلمه جديده هناك او بتعلم اي شيء جديد كنت بطبيعه الحال اترجمه للعربي الفصحى فصرت قادر اني استفيد من المفردات العربيه انا بحب الاغنيه البسيطه فاللغه العربيه بالنسبه لي خلتني دائما تكون طريقة كتابتي مباشرة توصل للإنسان اللي عم بفكر بنفس الموضوع اللي بفكر فيه من غير كتير تشبيهات أنا ما بشوف الموضوع هيك يعني إذا بتطلع بتلاقي كان في موسيقى عظيمة بالخمسينات والستينات بعدين الثمانينات كانت من أبشع الحقب يعني في تاريخ البشرية التسعينات لا رجع الأغاني الكتير حلوة حتى بالغرب وبالشرق بتلاقي صار في هيك موسيقى الدنيا دخلت على بعضها اليوم برجع بقول إنه التنوع موجود هلا إذا أنت بتضلك حاط راسك بشو عم بينتشر على التيك توك رح تلاقي إنه في نوع من السقوط عم بيصير ليه لأنه التيك توك عبارة عن أبليكيشن كل إشي بده يكون فيه سريع بسرعة يدخل
البيت وبسرعه يدخل كل شيء. اوكي موجود هذا وله ناسه وفيري بوبولار يعني بوب ميوزك. ضلينا وراها بالتولز وبالخبره ضلينا وراها 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 لصرنا البوب سونج يعني هي الفورمولا 1 2 3. هل معناها الاغنيه راح تنجح؟ مش دائما. اوكي بس الفورمولا واضحه. هلا انا الاخ الاصغر بالبيت كل الالعاب كانت لاخوي ومرات اتوارثها يعني اذا هو جع باله. اوكي فالكمبيوتر اللي بدي يلعب عليه الاولويه للاخ الكبير. بس دفنت لي كنت بدي لعبه ثانيه يعني العب فيها لحالي لعند ما ابوي جاب كيبورد هيك كتير صغير وخلص استلمته يعني وما كان حدا بده الكيبورد فاستفرت فيه وفعلا خلص صارت هي اللعبه هاي اللي انا بلعبها. ما عمري بحياتي تخيلت اني اكمل لدرجه انه بروفيشنال واصير هذا هو شغلي. كملت يعني خلص قعدت ادرس كلاسيكال ميوزك كنت ادرس بزنس بعدين بطلت رحت كملت ميوزك كومبوزيشن. خلص الحياه حكمت علي اني اروح هذا التوجه عشان احمي حالي كنت دائما اون ذا بزنس سايد كمان بنتج على فكره حتى بالفيلم اشتغلت سنتين ثلاثه يعني حفلات تنظيم ستاند اب كوميدي نايتس اي شيء بيعمل مصاري وكل شوي انزل لي اغنيه يعني. بعدين قلت طب انا لا عن جد بدي اكون ترو تو ماي سيلف واعمل الشيء اللي انا عن جد كثير بحبه مع اني كنت احب كل هالاشياء الثانيه اللي بعملها. فقررت مرحله معينه انا بدي اكون بس بغني وبكتب اغاني. ده كل هالناس بعيش أحلام والأيام عم تقع مني عم تقع مني. هلا الغريب اليوم انا وصلت عن جد مش طايق حالي عن جد متضايق هيك هيك يعني لو ما كان في هذا البرنامج كنت راح ادعي له اي اقول له تعال يعني نطلع هاي الانرجي بمكان. فاحنا ضلينا اون بوينت بالعاده هاي السيشنز بعرف انه بتبدا بمكان وبتخلص بمكان تاني بس زي ما تقول انا ولؤي كنا عارفين خلص حسينا وفهمنا انه احنا رايحين بهذا التوجه. بارح كان بالنسبة لي بكرة في سيشن وكرياتيفيتي عندي راحت وعملنا 12 أغنية بثلاث أشهر وعم بكتب كمان. فالإشي اللي بحمسني مرات بستمد الطاقة من التيم من الأرتست اللي موجود. أنا عجبتني كتير فكرة البرنامج لأنه وبالذات هون بالأردن يعني وبالمنطقة عندنا بالبلاد الشام بنحتاج أحياناً حدا يخلق بلاتفورم. مرات الكتاب والمغنيين ما حدا جعباله يشتغل يعني بتوصل لمرحلة حتى بيصير في نوع زي من اليأس. ففكرة إنه يكون في برنامج أو بلاتفورم ينشط الكل تعالوا نعمل محتوى ما بيشغل بس الأغاني وبيخلي الناس تسمعها بيشغل كل الكرو اللي عم يشتغل على هذا البرنامج. I think it's a brilliant thing. يعني الصبح كنت مش عارف شو بدي أعمل مع عزيز مع إني عزيز خلص كل يوم معه ومنشوف ونشتغل ونعمل كثير مزيكا مع بعض بس لما قعد اليوم شفت فيه إنرجي معينة منه. مرات بحس قعدتي مع الأرتست بتطلع تخليهم يرتاحوا بمكان معين وقعدتي مع أصحابي بيرتاحوا بشغلات يحكوا لي إياها. أنا بالنسبة لي من الناس اللي إنه هذا موضوع تعال نكتبه هذا موضوع تعال نكتبه فبرجع بتحمس. لو اي انا اول مره تعرفت عليه اظن كان عمره 17 سنه سمعني ميوزك عم بيعملها عم بينتجها فور مي. بهذاك الوقت كان كتير سربرايزنج انه اصلا تلاقي حدا بهذا العمر بينتج وهذا السبب اللي اصلا جذبني اني اشتغل معه. قلنا يعني في جورني كتير طويله بس لانه بيشتغل كتير فانت قادر تحس بالساوند الوول اوف ساوند قديش عم يضله ينضف وينضف وينضف يعني دخل حتى على الكوميرشال صار قادر يعطي اغاني بكل الافنيوز تبعت الميوزك اندستري. بحس حالي فخور الصراحه انه يوم من الايام لما كان صغير عرفت انه راح يكون شاطر بس صراحه تقول هم يعني لازم يكون في موقف او شعور معين صار في حياتي عشان اقدر اكتب. يعني ما في يوم صحيت انه بدي اعمل اغنيه طب يلا فيش كلام فيش شيء. فبالعكس الاشي هذا يعني اقعد مع اكثر من فنان بحس انه لا عم بشوف الحياه ببيرسبكتيفز اخرى بشوف مشاكل بطريقه ثانيه تخليني اعرف اعبر اكثر. فبالعكس كل ما تعاملت مع ناس اكثر وفنانين اكثر بلاقي طرق جديده اعبر فيها عن كلمات وعن مواضيع معينه. مرات قد ما بتكون الدنيا دوشيتنا توصل لمرحله بتصير مش قادر تشوف اللي قدامك. هاي الاغنيه عن يعني ممكن تشوفها بطرق كثيره لان انا بحبش كثير اوضح للناس عن ايش الاغنيه بحبهم يختاروا. الشغله اللي بقدر اقول لك اياها الاولى انه في شخص قدامي عم بيريحني وانا عم بزعله يعني قد ما انا مش متحمل حتى انه يحاول يواسيني. فزي ما تخيلنا في الاخير حتى حكيناها الصبح انه ما تزعل مني يعني وبقول له ما تزعل مني لاني انا خلص. باي ذا واي هي ثاني مره عزيز بيجي عندي على الاستديو. اول مره عملنا ضلك ابكي كان جاييني زعلان ورن علي بيقول لي وينك بقول له بالاستديو قال لي هني جاي نعمل اغنيه هيك راندوملي طلع ضلك ابكي. اليوم برضه جاي معصب وزعلان طلعت هاي ديدلاينز بحطها ام ذا بوس هير اي دو وات ايفر اي وونت بحط ديدلاينز حسب مرات في ديدلاينز بقدر احطها بناء على شو في عندنا بروجكتس وقد ايه انا تعبان. اذا كثير تعبان بحط ديدلاينز ابكر عشان ارتاح وبسرعه اخلص لاني
من الناس اللي ما برتاح غير لما يخلص الشغل. لو اني اخذت بريك شهر واشتغلتش حضلني تعبان، فبخلص الاشي اللي بحمسني اخلص انه في هم راح يزيح عني يروح عني. اسمعوا الاغنيه الحلوه هاي. اه عن جد يعطيك الف عافيه. لا تزعل مني.